اهلا بيكم في مراتك وناس، معاكم احمد عمرو. فيديو النهارده عن السكوات في البيت، لو انا عايز اتمرن رجل في البيت. طبعا صح، لو انا هتمرن في البيت ان انا اركز على التمرين اللي هي بتفصل الرجل اليمين عن الرجل الشمال، لان انا دلوقتي غالبا في البيت مش هيبقى عندي دمبلز او مش هيبقى عندي اي وزن، فعشان احط لود زياده او حمل زياده على رجلي فهعمل اليمين لوحديها الشمال لوحديها. تمام، اول نوع عندنا اسمه بلغاريان سكوات، يعني انا رجلي هتبقى على بنش بالمنظر دوت، هنزل وهطلع احاول اخلي جسمي مستقيم. نفس العدات ونفس المجموعات اللي هعملها على الرجل اليمين هي اللي هعملها على الرجل الشمال. طبعا لو عايز ازود اللود ممكن ان انا هجيب دمبلز وهعمل بيها التمرين دوت. وفي برضو مثل التمرين ده ان انا وانا معايا دمبلز خلاص عملت 5 أو 6 عدات ومش عارف اعمل تاني، هتسيب الدمبلز وهتكمل باقي العدات بتاعتك، مفيش اي مشكله. عندنا نوع بعد كده اللانجز، ان انا واقف على خط واحد هبتدي هرجع برجليا لورا وهاخد الخطوه دي تاني. لو عايز ان انا انزل تحت اكتر فهبتدي ان انا هبقى واقف على حاجه بس عاليه من الارض حوالي 5 سنتي او 4 سنتي، هتبقى كده هتديني ايه مساحه شويه ان انا هنزل تحت واطلع. عندنا بعد كده البوكس او الستيب اب، ان انا هطلع على بوكس. لاحظ رجلي اللي تحت ان انا واقف على كعب رجلي، لان انا مش عايز ازق برجلي اللي تحت خالص، عايز بس الرجل اللي هي فوق البوكس هي اللي هتزق البوكس، هي اللي هتشيل جسمي على فوق وهنزل تاني برضه على كعب رجلي بطيء، بس الرجل اللي فوق البوكس هي اللي شغاله، الرجل التانيه بس عامله لي اتزان مش اكتر. بعدين عندنا الارشر سكوات. الارشر هبقى واقف فتح رجليا شويه بالمنظر دوت، هبقى واسع شويه، هنزل على الجنب اليمين ورجليا التانية مفروده، وبعد كده هطلع وهنزل على الجنب التاني. تمرين حلو لان هو بيزيد المرونه مع ان انا بمرن رجلي في نفس الوقت. طبعا كل التمارين اللي احنا قلناها ديت ممكن استعمل معاها دمبلز عشان ازيد الحمل بتاعها مع الوقت. بعد كده اخر نوعين دولت انا بحب جدا ان انا اعمل فينشنج للتمرين بتاعي بيهم، ده بيبقى في نهايه التمرين. اكسبلوسيف سكوات، في عندنا اكسبلوسيف سكوات، في عندنا اكسبلوسيف لانجز. احسن طريقه ان انا هعملهم الاثنين مع بعض في نفس المجموعه، عدتين سكوات، في العده الثانيه بتاعه السكوات بعمل سبلت بفتح رجليا وبعمل عدتين لانجز، كده 4 عدات. بكرر ال4 عدات دولت حوالي 4 مرات أو 5 مرات، يعني التوتال هيبقى 16 أو 20 عدة. بعد كده اخر تمرين خالص بعمل الوول هولد، ان انا هثبت على الحيط رجليا والركبه 90 درجة، وسطي يبقى بعيد شويه سنتي عن الحيطه، ظهري بس هو اللي على الحيطه، وهثبت حوالي 30 ثانية دقيقة على قد ما هتثبت 3 أو 4 مجموعات في نهاية التمرين. بس شباب في نهاية الفيديو ارتب التمرين ازاي؟ اختار تمرينين، ممكن بولجاريان سكوات ممكن اللانجز، هعمل 3 أو 4 مجموعات من كل تمرين تمام، وبعد كده هختار الجامبنج سكوات والوول هولد هعمل بيهم فينشنج للتمرين، كل حاجه من 3 لـ4 مجموعات على حسب العدات اللي انت هتجيبهم. طبعا لما هبدا في الاول هبدا ان انا اشتغل التمرين من غير اوزان، بعد كده لو لقيت ان التمرين بقى سهل ما بيدينيش نفس البامب بتاع زمان هبتدي ان انا اشيل دمبلز حتى لو 2 كيلو او 5 كيلو هتعمل فرق معايا. هعمل كده لمده 4 أسابيع، بعد كده ممكن اختار التمرينين اللي بعديهم وهشتغل بنفس الطريقه ديت. لايك شير سبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد. اقوى ناس.